التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة عارف اعمل ايه مع انش يا طنط؟ مش لاقي حاجه اعملها. استحملها يا يوسف، راعي مشاعرها اليومين دول. مش الدكتور قال لنا ان في الحالات دي الست بتبقى مكتئبه ومحبطه؟ مفهوم يا طنط، مفهوم. هي محتاجه تحس بالامان وتحس ان انت راجلها، وان مفيش حد في الدنيا يهمها قدك. طيب هو انا فسخت خطوبتي وانجي ما بقتش حامل وماما هتتجوز، واضح ان ايه ما بتجيبلكش سيرتنا خالص، عشان كده انت ما تعرفش التطورات. مش معقول كل ما حد فينا يتسند التاني يقوم. انا تعبانه. بحبك قوي وبخاف عليك قوي. قولي لي مدى علاقتك بالراجل ده ايه؟ علاقة ملخبطة بس شوية يا ماما. مش فاهمة. نديم بيحبني. بنتي مرات صاحبه. هو مش راجل واطي. وهو ما كانش قصده ان هو يحبني وما طلبش اي مقابل. يبعت لك 10 رسائل بالنهار على تليفونك، وكل واحدة فيها اطروحه هالقد، وانت تبعتي لي رسالة واحدة وبس. ويمكن ما كنتش المفروض ان انا ارد اصلا، عشان يوم ما رديت لقيتك في وشي. لاني اشتقت لك، لاني بحبك ولاني بدي اشوفك. انا العجن، انا ما بدي شيء من هالدنيا كلها غير اني اشوفك. لا عم بقدر اكل ولا عم بقدر اشرب. ليه عم تعمل فيي هيك؟ انا مش هقدر اكمل. وانا مش هقدر اغصبك على حاجه انت مش عايزاها.
اقبل يا يوسف. اقبل بايه؟ اقبل الاوفر بتاعنا دي. كده وكده انا وانت مش هنكمل مع بعض. وهو كان قايل لك لو احنا اتطلقنا ان هو هيتنازل لك عن المشروع كله. وبصراحه انا ما بقتش شايفه ان انت اصلا محتاج الشراكه دي. يعني انت الشركه واقفه والناس بتشتري انت يا انجي مصره تشوفيني زباله، مش عايزه تغيري وجهه النظر يعني؟ لا مش حقيقي. انا لو قبلت اطلقك واقبل بالشروط اللي بيقدمها نديم دي، يبقى انا دفعت الثمن اللي هو انت في ازبل من كده. انا ما كانش قصدي كده يا يوسف، صدقني انا بقولك الكلام ده عشان انا خايفه عليك منه. انا مقدره جدا ان انت بعت كل حاجه عشان تحسسني ان انت شاريني، بس الموضوع ده مش هيعدي على نديم بالسهل. انا بعت كل حاجه ومستعده بيها اكتر عشان بحبك يا انجي، مش خايف من نديم. عملت كده كمان عشان اعرف ابص على نفسي في المرايه، عشان افضل احترم روحي تاني. محترمه ده جدا، وكلامك ده مخليني اندم على حاجات انا قلتها اخر مره ما كنا مع بعض. كنت فعلا متخيله ان انا كان ممكن اوافق. ما هو لو انت كنت بترد عليا ان انا كنت بكلمك وقلت لي ان انت راح تفض الشركه، كنت قلت لك اوعى تعمل كده. كده ما ردتش عليكي. ما ردتش عليكي غير لما عرفت انك رحتي له وواجهتيه. انت عرفت منين ان انا رحت له؟ خلاص بقى بغض النظر. مفيش حاجه اسمها بغض النظر، مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك يا يوسف؟ نديم؟ وقال لك ايه بقى؟ خلاص بقى مش مهم، مش موضوعك. انا مش عايزك تبقي بيني وبين نديم تاني خلاص. انا عندي فضول، انا عايز اعرف هو قال لك ايه. انا مش عايزك تعرفي يا انجي. على فكره لو انت مش هتقولي انا هكلم نديم وهو اللي هيقولي. ما تكلموش يا انجي لو سمحتي، خليكي بعيد عنه. الا لو عايزه تكلميه بقى خلاص، بس ساعتها يبقى انا ماليش دعوه. لا انا مش عايزه. زي ما انا قررت ان انا وانت مش هنكمل مع بعض، انا قررت ان انا مش عايزه يبقى ليا اي دعوه بيها، وهنسى اليوم اللي انا قابلته فيه. خليني بقى انفذ قرار. قال لك ايه؟ هو وافق ان احنا نفض الشركه، بس انا بسبب لهفتي ورغبتي ان انا يعني اشاركه بسرعه ما قريتش في العقد انه كان فيه بنود وشروط اذعان. يعني كل بنود العقد لصالح نديم. يعني ايه؟ قعدت مع المحامي بتاعي والمحامي بتاعي، بموجب العقد اللي بينا عشان افك الشراكه بقى عليا شروط جزائيه وفلوس كتير قوي لازم ادفعها، مبالغ مش هقدر ادفعها مهما كان. طب ما حاولتش تتكلم مع نديم؟ هو بعت المحامي بتاعه ومش عايز يجي. بعت لي رساله تهديد كمان، يقول اللي يستهين بنديم لازم يدفع الثمن. عشان كده بقولك ما تكلمهوش يا انجي. هو فاكر ان احنا كنا بنلعب بيه وضحكنا عليه، واللي زي نديم في جبروته ده لما بينتقم يبقى مخيف. ايوه، فانت ناوي تعمل ايه؟ هدفع الثمن، ثمن استعجالي، ثمن اللي خلى علاقتنا توصل للي هي فيه. يوسف بلاش هبل، اسمع كلامي بليز. ما تفضش الشراكة وكمل الموضوع وخليها بيزنس بس. مستحيل. لو سمحت يا انجي، حتى لو مش عايزة تكملي معايا، أرجوك حاولي تغيري فكرتك دي عني. أنا غلطت لكن مش وسخ للدرجة دي. ذنب ليه بقى؟ لو ما كنتش أنا دخلت في اللعبة دي من الأول، كانش أي حاجة من الكلام ده كله حصل. ولو ما كنتش أنا حسمت الموضوع واتكلمت مع نديم، كانش زمانه بيعمل اللي هو يعمله في يوسف. أنا بصراحة استجدعت يوسف قوي لما رفض عرض نديم، بعد ما كنت مش طايقاه. نديم غله وجبروته وعنده ملوش آخر. مستبعدش خالص إن هو يدخل يوسف السجن عادي. مش كده عايزاكي تبعدي زي ما يوسف قالك؟ بجد الراجل ده مؤذي. يلا يا حلوة يا بتاعت دوريميفا صلصل، تلمستك تحت. بقولك ايه؟
مين؟ مش انت وعدتني ان انت هتديني دور في فيلم ليلة الجديد؟ اه طبعا هديكي. وطبعا بقى ليلة هتبقى الديفا بتاعت الفيلم، وهيبقى المؤلف والمنتج في جيبها. بصي بقى، انا ما ينفعش اخش اي جيب في الدنيا، لان مفيش جيب يسعني اصلا. يعني هتكتبي دور الحلو؟ هكتبلك دور حلو. انت مش شطارتك بقى. طب وليلى؟ ليلى تبريها ماتت. هي مين دي اللي ماتت؟ موتة لما تبقى تبلعك انت وهي يا وسخ يا دنيا يا نجس. انا ماليش دعوه، انا كنت ماشيه وهو اللي قال لي اقعدي. اقعدي يا فجره. ها. يا بنت بلدي وكاري، بنا استأمنك على بيتي وعامله فيها حبيبتي، تقومي لايفه على الراجل. انت فاهمه غلط يا ليلى. غلط؟ طب كنت استني يا ارحه لما اكون مش موجوده في البيت. هو ايه؟ الفجر بقى بزياده كده ولا ايه؟ هبقى اكلمك انا يا مايا. وانت يا فاجر يا بجح، اتكلم معايا هنا. مش مكفيك اللي انت عملته؟ مش كفايه البنت هناء اللي خليتني اخسرها بسببك؟ ما تصدقش يا ليلى عشان عندي بقى. مارت ايه بقى يا حيلتها الجبروت اللي انت فيه ده هو؟ ها؟ هي الخيانه بقت كده عيني عينك ولا ايه؟ خيانه؟ حبيبتي الخيانه دي بيبقى بين اتنين بيحبوا بعض او في بينهم علاقه حب. واللي ما بيننا ده نسميه ان شاء الله. نسميه شغل، نسميه هلس، نسميه سير، اي حاجه تانية غير الحب جرايه يا ليلى. وانا كنت مستحملك ومقعدك في بيتي ليه؟ ما قعداني؟ ما انا كنت همشي بوسط رجلي واقعد ومش اقعد، قعدت وقعد بايجار بفلوسي وبقانونك، العلم اللي بتعلمهولي. لكن طالما بص بقى مقعدك في بيتك ليه ومش في بيتك ليه؟ انا ماشي. ماشي رايح فين؟ انا بتكلم معاك. احمد بكلمك رد عليا. احمد بتكلم معاك رايح فين بقول لك؟ رايح بيت ما طردتش منه الموسى اللي يحب يستفرد بيكي. بس انت عارف كويس قوي ان في فرق بينك وبين موسى. حلو، وانت عارفه كويس قوي ان في فرق بينك وبين اي بنت تانيه. طب عشان خاطري ما تمشيش، والنبي يا احمد ما تمشيش. يا احمد ما تمشيش. انا زهقت من نفسي قوي. مش عارفه استقر على وضع يريحني في حياتي. ومش قادرة بقى أفضل أقول أصل الدنيا ظلمتني وما ادتنيش اللي أنا عايزاه. هو إيه اللي أنا عايزاه؟ أنا نفسي مش عارفة أنا عايزة إيه. ليهم حق الناس يبعدوا عني يكرهوني إذا كنت أنا أصلا كارهة نفسي. ما هي دي مشكلتك يا فيفي. أنتي مش عارفة تحبي نفسك. وده اللي مخليكي مقتنعة إن الناس كرهاكي وده مش حقيقي. انت اذا تقتنعي ان هم كارهينك عشان تفضلي تلعني في حظك. بس حظنا احنا اللي بنعمله مش هو اللي بيعملنا. انا عايز اعرف مين اللي اقنعك ان الحب ضعف. اقولك على حاجة، انت احن واحدة فينا بجد. حسساني يا ايه ان انت كبيرة وبمئة سنة كمان. انا رميت نفسي في الواقع بزيادة. أنا بقى ما بستحملش الوجع. كلنا بنبقى فاكرين كده، بس لما بنتوجع بنتعب وبنستحمل وبنعرف نقوم نفسنا. بس انتي أصلا مش مدية نفسك فرصة تحسي. بعدين ما انتي موجوعة أهو، يعني نشفانك على الدنيا مش منعك من الوجع. أحكي لك على حاجة بس ما تقوليهاش لحد. مرة وأنا في ثانوي حبيت واحد معايا في الفصل، كان اسمه حاتم. حاتم ده كان بيعاملني بطريقة لطيفة جدا، غير يعني الولاد اللي في الفصل اللي كانت بتعاملني على اني واحد صاحبهم. المهم يعني اهتمام حاتم ده فرحني قوي وخلاني افتكر ان هو بيحبني، لحد لما جه فعلا في يوم وقال ان هو عايز يتكلم معايا لوحدينا. الليله دي انا ما نمتش، قعدت طول الليل افكر فيه. ورحت تاني يوم المدرسه وانا سامعه ضربات قلبي. عارفه حاتم انا عايز يتكلم معايا في ايه؟ كان عايز يقولي انه معجب بانجي وعايزني اتوسط له انها توافق انها هتصاحبه. طبعا انتي مش هتحكي لها الموضوع ده صح؟
لا طبعا. وانت عملت ايه؟ رحت قلت له؟ لا، بس قلت له ان انا قلت لها، وقلت له ان هي بتقول له ان هو لو اخر واحد في الدنيا عمرها ما هتفكر فيه، وان هي شايفه سخيف وتافه وبايخ وشكله وحش كمان. ما سكتش غير وانا شايفه دموعه بتنزل على وشه من كتر الكلام اللي يوجع اللي قلت له ان هي بتقوله عليه. اتوجعت قوي ساعتها وحسيت وحش، ومن يوميها وعدت نفسي مش هعمل كده تاني، مش هحب تاني، ومش هسمح ان انا احس كده تاني. لدرجة ان لما جالك الانسان اللي بيحبك بجد رفضتيه؟ قصدك سعد يعني؟ طبعا سعد. انا ما كنتش عارفة احب سعد. ما كنتيش؟ انتي بتفتحي موضوع سعد ليه؟ موضوع سعد اتقفل خلاص، انتي اللي قفلتيه، وهو كمان قفله دلوقتي. انتي مش عايزة تفتحي تاني؟ يا بنتي انا ما بعرفش حد، ما بعرفش. يا شيف وريني، وريني كده بس. هي ايه؟ مش هتعرف، عشان لازم تحبي نفسك الاول زي ما انا بحبك كده. وعلى فكره مش صعب خالص، انت عندك مليون ميزه تخليكي تحبي نفسك وتشوفي جمالها، ساعتها الناس كلها تشوفك حلوة عشان انت حلوة قوي يا فيفي. يمينك انا يا اسطى. اتفضل يا دكتور. انا مش دكتور وانا مش قصدك، وبالراحه على الباب. هلا يا توفي. يخرب بيتك يا ايه، عملتي كل الحاجات اللي عايزه اعملها في العشرين ولا التلاتين سنه الجايين من عمري. اتخطبتي وكوستي، صاحبتي، طلقتي، هتعملي ايه بقى باقي عمرك الجاي؟ هعمل كل اللي انت كنتي بتعمليه وانا بعمل الحاجات دي. عايزه ارجع عندي 23 سنه تاني وادي المزيكا كل وقتي، عشان ده الحب الحقيقي اللي كل ما بتديله بيديلك بجد. ده الحب الحقيقي، ده اكتر حاجه انا متاكده منها دلوقتي، عشان كده كلمتك. احكي لي بقى كنتوا بتعملوا ايه طول الفتره اللي فاتت؟ متحمسه قوي. ايوه يا بنتي طبعا، ده زيزو ما هيصدق عشان عايز يضم معاه بنات للباند، خصوصا انه معهوش كيبورد. معلش يا جماعه العربيه عملتها معايا. أنا زعلانة منك قوي بجد. أنا سبتك في ظروف أنت فاكراها كويس، فاكرة حالتي كانت عاملة إزاي ساعتها، وما كنتش عارفة أتعامل معاكي قد إيه. أنت بقى كنت فاكر أنا كنت في إيه؟ وكنت عاملة إزاي؟ هو أنت ليه عاملة نفسي أنا قلت لك يقضي؟ حتى ما حاولتش تطمن عليا. أنا كنت شايف إنك محتاجة تبقي لوحدك عشان تعرفي تواجهي روحك، وهي تلحقيها هي ما تلحقيهاش، وديك الحمد لله لحقتيها. بس مش بسبب اللي انت عملته معايا. مش مهم، مش مهم السبب ايه، المهم انك خرجتي نفسك من القرف اللي انت كنت رامي نفسك فيه ده. ما تقولش مهم، عشان لو مهم كنت فضلت جنبي، كنت حاولت تطمن عليا على الاقل. انا ما كنتش عارف افضل جنبك،
انا وصلت لمرحله اللي خايف منك يا خايف خايف من كل حاجه خايف اكلمك خايف اتعامل معاكي لو كنت فعلا فارق معاكي زي ما بتقولي وعايزين نرجع نتكلم زي الاول اثبتي انك رجعتي ايه صاحبتي البريئه اللي مفيش اي حاجه في حياتها غير المزيكا وحاجات البنات هعمل كده بس مش عشانك عشان نفسي عشان انا تعبت منها وعايزه الاقيها كده انا كمان ينفع ارجع الاقي صاحبتي اللي كانت قاعده جنبي على الديسك قبل محاضرات هشام شرف بنفسك بتعمل مع يوسف كده ليه يا نديم؟ هو مرة كمان بعتك لهون؟ لا هو ما عرفش اصلا ان انا هنا وكان قايل لي ما اجيش. انك فجأة اكتشف انه هو رجال؟ انت بتنتقم منه؟ عن اي انتقام عم تحكي؟ اي انتقام؟ وينه هذا الانتقام؟ هو فجأة اجى لعندي وطلب مني انه فض الشراكة وانا نفذت يلي طلبه بالضبط وبس. وانت عارف ان هو مش هيعرف يوفي بالعقد. إذا مش قادر يوفي بالعقد ليش مضى عليه؟ بتعمل كده ليه؟ أنا رح لك ليش مضى على العقد. هو مضى العقد لأنه حسابها براسه كتير منيح. إذا هو ما قدر أنت بتقدري. طلعت حساباته كتير صح. أنا طلعت الشيري وبلعت الطعم بكامل إرادتي، وأنت جيتي بالآخر خربتي كل شيء. يبقى انتقم مني أنا مش منه هو. ما بقدر. أنا ما بقدر انتقم منك، بتعرفي ليه؟ أولا لأنك ست وتانا يعني أنا مغروم فيك وبحبك تحبني بجد إيه عن جد إيه أنا بحبك عن جد وأنت بتعرفي هذا الشيء فاكر لما كنت بحكي لك عن الاثنين اللي أنا حبيتهم قبل كده وإزاي إنه بعد وقت فاجئوني بجانب جديد في شخصيتهم أنا ما كنتش عاملة حسابي عليه عارفة ان انا مش عارف استحمله ساعات كنت بقعد مع نفسي واقول ياه معقولة نديم هو اللي هيفضل يحبني وهيفضل حلو طول الوقت انتي طلعت زيهم بالظبط انتقامك وجبروتك كشف السواد اللي جواك اللي كان مستخبي ورا العاشق الولهان اللي مستعد ان هو كان يعمل لي اي حاجة انت بتنتقم منه عشان انا رفضتك؟ انت لما تقولي انه هذا اللي حصل معناته انه الطبع غلب التطبع يعني بحالتنا في شغلتين في العاشق وفي التاجر العاشق اللي جواتك مستعد يعمل اي شيء حتى تكون انت مبسوطة وفرحانة العاشق اللي جواتك مستعد يضحي بكل شيء بس لانه انت تكوني حبيبته بس اما التاجر لا مش رح يقبل انه يظهر خسران كل شيء دفعته كرمالك رح ترجع لي على اخر مليم انا التاجر اللي جواتي ما بيقبل انه يبقى خسران معهوش معهوش اذا بيدفع اللي وراه واللي قدامه وبينسجن بالباقي خليه يدفع ثمن غلطه وثمن غلطك انت كمان مش هو بيقول انه بحبك مستعد يعمل اي شيء كرمالك ها مش هو بيقول انه لازم يضحي بكل شيء لحتى تكوني انت مبسوطه خليه ينفذ بالفعل مش بالحكي معقوله معقوله انت حقير للدرجه دي مش احر من رمادي مرته طعم وانا قبلت الطعم بس لانه ذنبي اني حبيتها وغرمت فيها ولا احر من اللي باعت حبي بس ليك لأنه قررت فجأة ما بدها تحس بقيت في البند خلاص؟
وهبتدي بروفات من بكره. يا ترى بقى البسمه دي عشان البند ولا عشان مطرب البند؟ اكيد مش مكسوفه من حبيبه مثلا. لا طبعا مش مكسوفه من حبيبه. لو عايزه تتكلمي في اي حاجه انا ممكن اقوم. لا طبعا انت عبيطه ولا ايه؟ عشان الاثنين، عشان الباند ومطرب الباند. وكنت ماسكه نفسي اني اساله على هيلدا. مسكت نفسك ليه؟ مش عارفه، كنت عايزه اساله طول ما انا كنت قاعده، بس خفت لا يقولي ان هما لسه مع بعض. قلت اعمل عبيط احسن. ايه هو انا كنت بكرم نفسي لما قلت لك انك مش مستعده انك تخشي في علاقه دلوقتي؟ المفروض تركزي في شغلك بس. بس انا حاسه ان انا بحبه. ايوه احساسي ده ممكن يكون كذاب. ممكن تكوني بتعملي كل ده عشان تخليه يتعلق بيكي تاني، وبعد ما يتعلق بيكي تكتشفي انك ما كنتيش بتحبيه اصلا. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتخسري حاجات كتير قوي، هتخسريه للابد وهتخسري نفسك. ايا انت فيكي اللي مكفيكي. الو. ايوه. لا لا ما نسيتش. هاجي. لسه ما عرفتوش يا دكتور مين البنت اللي كلمتني في التليفون دي وقالت لي الكلام البايخ ده عن منى؟ ابدا والله يا حاج. يلا ربنا يسامحها بقى. يا غريب منى حبيبتي، هنقفل في الشمع ولا لسه في حد تاني جاي؟ خليك مع اصحابك، انا هفتح انا. ازيك يا سعد؟ عشان لو كنت قلت لحبيبك كانت هتبقى عايزه تيجي، وهي ما ينفعش تيجي معاك عشان ممنوع عليها الحركه وهي حامل. بس انا قلت لها ان انا جاي. قلت لها ان انا معاك؟ لا قلت لها ان انا جاي مع اصحابي. وبعدين انا مش فاهم في المشكله ان احنا نقول ان احنا جايين سوا. وبعدين انتوا مش احنا المفروض جايين متعرفين على صاحبك؟ هو فين؟ مش عارف يتاخر ليه. استنى هكلمه. ايه ده؟ ده كوكتيل عامله لك بايدي من بتوع زمان. تعب وحرارته عالية فمش هيعرف يجي. تمام. هو انت وحشك الجو هنا ولا ايه؟ لا عادي يعني. محدش اجبرني ابعد عنه. Thank you.
وجعي قلب احساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبته مفيش جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيد ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبته مفيش جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيد ضحكتنا ودمعتنا حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبته مفيش ده فكرة وده بايع بالفكرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة وتمشي مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيد ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته ما فيه جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة طريق بتختار وتمشي مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيد ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبته مفيش جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيد ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا
بيكره وده بيعمل.